بسم الله، حياكم الله يا شباب. نسترجع اللي ذكرناه في الحلقة السابقة، واللي قلنا فيها انه لو كان عندي infinitesimal amount of heat transfer لكلوز سيستم يمر بـ internally reversible process، واكيد حيكون فيه work، انا ما بسوي عليه اي limitation، فان هذا حيعطيني ايش؟ DU. وعبرنا عن هذا إذا تذكرون بـ TDS لأنه internally reversible، وهذا من شابتر 3 عبارة عن P DV. أوكي، وعوضنا ورتبنا ووصلنا إلى اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، إلى أنه TDS حتساوي PDV أوكي زائد DU. هذه برضه صيغة وصلناها، يمكن أنا ما أكدت عليه لكن إحدى الانترميديت ستيبس. طيب وبعدين وصلنا وخرجنا بعدة نتائج. الآن أريد الآن ما دام وصلنا لهذه المرحلة، لن أقسم على الماس ولا على التمبريتشر، لكن سأستدعي الأخت الإنثالبي. تذكرون الإنثالبي قلنا إنها H حتساوي U بلس B BV أوكي، وبالتالي أستطيع أقول لو اشتقيت أخذت الدفرنشال للطرف الأيسر فلازم أخذ الدفرنشال هنا، وهذا مضروب فحسير B في مضروب الثاني زايد V في مضروب الأول. ممتاز. طيب الآن أبا أعوض هنا يا إخوان، طبعا هذه أنا ممكن أقسم على الماس، وبالتالي أنا قلت ما نقسم على الماس، لا خلونا نقسم على الماس. لو قسمنا على الماس تصبح عندي هنا إس صغيرة وهنا فوليوم صغير وهنا إيش ليتل يو. أوكي طيب حتلاحظ إنه بي دي في بلس دي يو موجود هو الرايت هاند سايد. الشاهد خلي هذا طالع لي هنا في اللي إحنا سويناه، هذا المقدار يساوي ماذا؟ أوكي دي يو ليتل يو طبعا دي في حيساوي ايش؟ حيساوي دي اتش ماينس في دي بي. اوكي معايا؟ فانا ابغاك تحط هذا هنا. طيب بسم الله يلا تي دي اس حتساوي، حنشيل هذا كله ابوه ونحط بدله دي اتش ماينس في دي بي. ممتاز جدا. الخطوه اللي تتليها زي ما سوينا من قبل، اقسم ب ديفايد باي التمبريتشر حيطلع لك دي اس حتساوي دي اتش اوفر التمبريتشر ناقص في دي بي على التمبريتشر. استخدم الايديال جاز لو واستبدل الفي بايش؟ بار تي على بي. طيب ممتاز، نقدر نقول اذا انه دي اس حتساوي هنا دي اتش على تي ناقص استبدل للفي لو تكرمت بايش؟ بي عفوا استبدل للفي بار تي على البريشر، وعندي هنا دي بي على التمبريتشر. حتلاحظ ان التمبريتشر حيطيروا مع بعض. اوكي طيب سوي التكامل الان، يعطيك دلتا اس. اوكي لا لازم ناخذ لنا صفحه جديده، خذ التكامل الان. اوكي يو ويل جيت، نبدا نكبر الخط عندنا ان شاء الله سبيس. اوكي تيك ذا انتجرال، اذا دلتا اتش حتساوي اوكي التكامل من 1 الى 2 دي اتش على التمبريتشر ناقص طلع لي الار برا، وتكامل الدي بي على البي ما هو الا لن بي 2 على بي 1. طيب هل اقدر استبدل العب في هذا التكامل؟ والله اقول لك ما تقدر تواصل في هذا التكامل الا بعد ما ايش؟ الا بعد ما تحدد يعني ايش طبيعه الماده اللي عندك. اوكي اوكي ار يو وذ مي يا شباب؟ فاحنا بالنسبه للسبستنس اللي هي اللهم صل وسلم عليك حبيب الله السوليد انتهينا منها. اوكي لانه الدي اتش والدي يو للسوليد زي بعض، وخلينا نقول فور ايديال جاز، ناخذ لنا فور ايديال جاز ايش ممكن نحصل؟ والله فور ايديال جاز انا اعرف ان الدي اتش تساوي سي بي دي تي، تمام؟
بس هذا لما تكون الفرضية عندي انه constant specific heat، صح ولا لا؟ وفي فرضية ثانية اني ما اعوض هنا، اوكي؟ عفوا 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 يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب الان ايش ممكن اسوي؟ والله انا ممكن استدعي الايديال جاز لو اللي يقول لي دي اتش حتساوي سي بي دي تي، وبالتالي دلتا اس حتساوي التكامل من 1 الى 2 سي بي دي تي على التمبريتشر ناقص ار لن بي 2 على ايش؟ على بي 1. طيب هنا بيكون عندي طريقين، اما اني اعوض عن سي بي كداله في التمبريتشر ومن الجداول، وهذا فيه تكامل طويل عريض وجهزوه لكم هم ما عندك اشكاليه فيه، او اني اعتبر ان السي بي ثابت واطلعه برا علامه التكامل، اطلعه برا علامه التكامل. طيب خلينا ناخذ الفرع الايسر او الفرضيه اليسرى اللي هو ان السي بي ثابت. إذا السي بي ثابت يا إخوان خلاص يصير دلتا اس حتساوي سي بي لن تي 2 على تي 1 ناقص ار لن بي 2 على بي 1. هذه نتيجة هامة جدا هامة جدا، ولازم تصاحبك وانت اوكي. إذا ايش الفرق بينها يا إخوان وبين اللي طلعناها من الفيرست تي دي اس ريليشن؟ والله شوفوا، هي تعطيك نفس الدلتا اس اوكي على اليسار، لكن بحسب المعطيات. اذا عندك البي 2 بي 1 تستخدم هذه، اذا عندك في 2 وفي 1 تستخدم ايش؟ الاوله معايا. انما كلا الثنتين يعطيان نفس النتيجه. وانتبه يا ولدي، هنا سي في لن تي 2 على تي 1 وهنا سي بي لن تي 2 على تي 1، وهنا بلس ار وهنا ماينس ار. اذا تبغى تتذكر هنا فوليوم وهنا فوليوم، بينما هنا بريشر سي بي وهنا ايش؟ هنا بريشر، عشان الشباب اللي ممكن يغلطون. طيب هذه جيدة وممتازة. طيب وماذا عن الفرع الأيمن؟ اللي هو لنفرض نحن والله الفاريشن في التمبريتشر من 1 إلى 2 شديدة جدا لدرجة ما أستطيع إني آخذ كونستنت سبيسيفيك هيت. قالوا لك طيب ما عندنا مشكلة. ايش اللي حيحصل الان؟ نقول ان دلتا اس حيساوي، نستبدل السي بي هنا بسي بي اوف تي، اوكي؟ نستبدل السي بي واحد الى سي بي اوف تي في دي تي على التمبريشر ناقص ار لن بي 2 على بي 1. وزي ما تذكر انت من تيبل اي 2 فان السي بي موجود على شكل بولونيميال، A زائد B T زائد C T تربيع زائد D T تكعيب إلى آخره. معايا؟ هم حطوا هنا وبدوا إيش؟ وبدأ يسووا لك التكامل، لكن قبل ما يسوون التكامل فصل التكامل هذا إلى جزئين. قال لك أنا بكامل من 0 إلى 2 C B of T D T على التمبريتشر ناقص التكامل من فين؟ من 0 إلى 1 C B of T D T على التمبريتشر ناقص المقدار هذا، اوكي؟ وقام ايش؟ عرف لك المقدار هذا، قال هذا التكامل اسمه اس 2 نوت، وهذا اسمه اس 1 نوت، ناقص ار لن بي 2 على بي 1، اوكي؟ يعني ما تقلق من التكامل هذا، هم ضبطوه لك. طيب ايش هي الاس 2 نوت والاس 1 نوت؟ هذه من الجداول، لو الجدول عندي يا شباب كنت وريتكم اياه. بس انه مو معي، لكن بجيب الكتاب الان واوريكم اياه. نروح الى اخر الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا بس نحصل لنا الايديال جاز، هيا ركزوا معي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اشوفوا شوفوا يا شباب، ما ادري لو ابعد النور، عفوا او اولع النور حق الغرفه. آه
اوكي ممكن انه شويه اوضح الان. لا والله شكله مو واضح لكن الله المستعان. طيب هي طالعوا يا اخوان، حتلاحظون هنا هذا هو العمود اللي هو اس نوت. فمثلا عند تي 1 200 تقرا لي ايش اس نوت، والوحده حقتها كيلو جول بير كيلو جرام كالفن، وسخنت من 200 الى مثلا 310 تقرا اس نوت. هذه الاعمده العمود يبدا من 200 الى 570، وبعدين يواصل من 580 الى 1240، وبعدين من 1260 الى 1580. هذا بالنسبه ليش؟ للايديال غاز. طيب ابغاك تلاحظ حاجه، لاحظ بالنسبه للايديال غاز اللي هو الاير، شايف كيف؟ عفوا هذا بالنسبه للاير اللي هو كيلو جوب بالكيلوغرام كالفن. لما تروح الى الغازات الاخرى النيتروجين والهيليوم والى اخره، انتبه يا ولدي، ترى الانتروبي الاس نوت هنا اصبحت كيلو جول بير كيلو مول كالفن. فلازم تستخدم ايش؟ لازم تستخدم الار معبرا عنه بالكيلو جول بير كيلو مول كالفن عشان تطلع حساباتك صح. وهذه حناخذ عليها امثله ان شاء الله بحيث انها يعني تفهمونها. طيب نرجع من جديد نشوف نرتب امورنا. إذا هذه هي السكند تي دي اس ريليشن، وأفادتنا الحمد لله فائدة جيدة. اللهم صل وسلم عليك حبيب الله. بأوريكم في الحلقة القادمة إن شاء الله خارطة أعددتها أنا تجمع لكم شتات النتائج التي خرجت من التي دي اس ريليشنز الأولى والثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.